إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الكرام، قضية نتاع الرئيس الروسي بوتين والرئيس الجزائري بن صالح، وهذاك الشوشرة والعياط والحس نتاع الخنازير البرية والوحوش والضبوعة نتاع الزواف والمبرطعين اللي كبروا الحكاية وعياو ما يقولوا باللي ضحك الرئيس الروسي وما ايش كيف. انا في الاول حسبتها صح، من بعد طلعت على الفيديو ولا كل شيء ما لقيت والو. لقيت الرئيس بن صالح قال له الحكم الوضع راهو متحكم فيه. الرئيس الروسي طبعا محنك، فهم كل شيء، كل شيء راهي اسمها الدبلوماسية، يعني متحكم فيه، يعني إن شاء الله انتخابات رئاسية بحول الله تفوت في 12/12 بحول الله، وإن شاء الله بإذن الله النهاية مع أخرى نساء فرنسا، ننتهي منها إن شاء الله، ومن أذنابها الضبوعة ننتهي إن شاء الله من هذا الاستعمار البائس اللي قاعد على صدورنا ويجتمع على وكتمنا أنفاسنا يعني لمدة قرنين، قرنين ونتجه صوب الشرق إن شاء الله نحو روسيا، وروسيا تحوس على المياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط. نعطيوها روسيا لأنها عاونتنا في أشد مراحل الصعوبة، عاونتنا بالشي اللي كاين. كذلك الصين، راهي قوة عظمى درك الآن، تعاونوا معها أيضا نشريو السلاح الصيني كيف بسعر متناول في متناولنا وبطريقة منسجمة. والقمر يعني أحسن حاجة يعني بتعرفوا هو القمر، قمرين صناعيين راهم في المدار تاعهم انطلاقا من قاعدة في الصين، انطلقوا من قاعدة في الصين، بالتالي فإنها شراكة استراتيجية، للجزائر. والحاجة برك اللي لازم يعرفوها الإخوة الكرام، الرئيس اللي غلب عليه مريض مسكين، مريض الصوت نتاعو ما يسمحلوش باه يتكلم كما يقولوا بقوة ونتاع. إن شاء الله حنا لما يطلع رئيس يكون صحيح، بوتين بإذن الله والرئيس الصيني بإذن الله هما اللي يجيو الجزائر وهما اللي يهنئوا الرئيس الجزائري، واستقلال، رسمي ونهائي للدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بارك الله فيكم.